Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya Silahkan disimak Al-Qurannya Surah Al-Isra Ayat 23 sampai 27 Baik Kita baca sama-sama ya A'udhu billahi Bismillah الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تَكُلَّهُمَا لهما أف ولا تنهرهما فلا تَكُنْ لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم، ان تكونوا صالحين فانه كان للأصل. وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم